السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض عجينه القطايف، حلويات رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين. واقول لك على سر نجاح عجينه القطايف. بجد والله انجح طريقه، مش هتغيريها ابدا. القطايف بتطلع احسن من بره بمليون مره، مقرمشه كده زي ما سمعتم صوت قرمشتها. بس قبل ما نبدا بقى في طريقه التحضير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفي قناتي. اول حاجه هبدا اعملها هي الشربات او السيرب. القطايف بتحتاج شربات تقيل، هو عباره عن كوبايتين سكر وكوبايه ميه وعصير نص ليمونة. انا ساعات بحط القشر كمان عادي، مش هيمرر ما تقلقيش. هحطه بقى على النار يغلي لمدة 10 دقايق كده. وقبل ما اطفي عليها بقى هحط لها باكو فانيليا، بتخلي ريحة الحلويات حلوة قوي. بس كده، وبسيبه بقى يبرد على جنب لحد ما اعمل عجينة القطايف. انا هعمل كوباية دقيق بس، عملت لي الكمية اللي شفتوها في اول الفيديو. لو عاوزة اكتر طبعا ضعف الكمية براحتك. بنخل بقى الدقيق كويس، بالشكل كده، بالشكل ده. وهضيف عليها معلقة سكر صغيرة، معلقة صغيرة. وهضيف الخميرة، خميرة فورية، نص معلقة صغيرة، ما تزوديش عن كده، نص معلقة صغيرة. ورشة ملح صغيرة خالص. وهحط لها كمان فانيليا، انا بحب ريحة الفانيليا جدا. هحط بقى ربع معلقة صغيرة، مش هاخد الباكو كله يعني، لا هحط حاجة بسيطة جدا على طرف المعلقة كده، بالشكل ده. بس كده، وهقلب بقى المكونات الجافة مع بعض كويس. لو ملاحظين انا ما ضفتلهاش ولا بيكنج باودر ولا دقيق سميد ولا لبن بودرة، وصدقوني والله النتيجة تحفة بجد ومقرمشة جدا. دي طريقة محلات الحلواني، طريقة اقتصادية جدا. اتمنى تجربوها بالطريقة دي وهتدعولي. اضيف لها بعد كده بقى المية، كوباية مية، بعاير بنفس المج اللي عايرت بيه الدقيق في الاول. اقلبهم بقى مع بعض كويس. هي المية برضو بتكون حسب نوعية الدقيق، في نوعية دقيق بيشرب سوائل اكتر. بقلبهم بقى كويس كده بالمضرب اليدوي. هتشوف القوام بتاع العجينة في النهاية بيكون خفيف. لو عاوزة تعمليه في الخلاط تمام مفيش مشكلة، بس انا عاملة كمية صغيرة فمش محتاجة يعني الخلاط، تمام بالشكل ده كده. لازم نقلبها برضك كويس جدا. بس كده، وهصفي بقى عجينة القطايف، هصفيها. دي طبعا خطوة مهمة علشان ما يكونش فيه اي كتل صغيرة. بس كده، واغطيها بقى واسيبها ترتاح لمدة 25 دقيقة. انا ما خليتهاش في مكان دافي، انا سبتها على الرخامة يعني في المطبخ عادي. وده بقى بعد ما ارتاحت لمدة 25 دقيقة، هوريكم القوام بتاعها. شايفين بقى القوام بتاعها خفيف، مش مية يعني، هو اخف من الطحينة بشوية.
ده القوام المظبوط ليها بالشكل ده كده. نروح بقى للتسوية، على طاسة كده على النار مش مدهونة اي حاجة طبعا. هصب بقى العجينة بالشكل ده، فضي بقى العجينة في اي حاجة ليها بوز كده علشان تسهل عليكي وانت بتصب العجينة يعني، والحجم برضو انت بتتحكمي فيه براحتك. انا عاملاها متوسطة كده علشان هحشيها مكسرات، لكن لو هتحشيها نوتيلا مثلا فالافضل انك يعني تخليها اصغر شوية عن كده، تخليها عصافير يعني. بصوا بدأت تستوي والسطح بتاعها بقى كله فقاعات منتظمة بالشكل ده، وكمان لونها بدأ يتغير. لازم العجينة اللي فوق كلها تنشف، ما بقاش في عجينة بيضة على الوش خالص بالشكل ده. ومجهزة طبعا الفوطة اللي هغطي بيها القطايف اول ما تخرج علشان ما تنشفش وتحتفظ بطراوتها. وطريقة الصب دي بجد والله بتسهل عليكي جدا، غير لما تعمليها بالكبشة يعني هتلاقيها مش مدورة وحلوة كده. بس كده والوش بتاعها كله نشف ومبقاش فيه اثر للعجينة. هشيلها بقى، شايفين من قريب الفقاعات بتاعتها منتظمة ازاي. هحطها بقى على طول في الفوطة واغطيها، وهصب معاكم واحدة كمان ما بين كل واحدة والتانية. قلبي العجينة كويس بالمعلقة كده وخرجي منها الهواء. مش بتاخد منك وقت خالص. في دي بقى انا كنت عليت عليها النار الاول وبعدين خليتها متوسطة، هتشوفوا لونها بقى في الظهر اغمق من يعني من الاولانية. يعني اللي هيأثر على لون ظهر القطايف هو ظهر يعني درجة الحرارة لو عالية او متوسطة. بسيبها برضو كده تنشف خالص، شايفين الفقاعات بتاعتها برضو منتظمة ازاي عشان قلبت العجينة قبل ما صبها خرجت منها الهواء. بس كده شايفين دي بقى لونها اغمق علشان كنت معليه عليها النار. بس كده وهكمل بقية العجينة بنفس الطريقة. وادي بقى العجينة كلها بعد ما خلصتها يعني، شايفين بسم الله ما شاء الله طرية جدا وشكلها تحفة، مفيش احلى من كده. يلا بقى اضغطي على اللايك علشان القطايف الحلوة دي. الكمية دي عملتها بكوباية دقيق بس، لو عاوزة اكتر ضعفي بقى الكمية براحتك. هخليها برضو متغطية كده لحد ما اجهز الحشوة بتاعتي. انا عندي سوداني مجروش وجوز هند ناعم، احطهم على بعض كده، وكان عندي كمان شوية زبيب هحطهم عليهم. حطي بقى المكسرات الموجودة عندك وقلبيهم مع بعض كويس كده، وهضيف عليهم كمان شوية سكر، دي معلقة ونص كبيرة سكر، او ممكن تحطي معلقتين من الشربات التقيل اللي عملناه يعني في الاول مع بعض، هيخلي المكسرات تمسك مع بعض كويس. بس كده وهجيب بقى القطايف بتاعتي، هحط المكسرات كده او الحشوة بتاعتي من الناحية اللي فيها الفقاعات دي، وبقفل عليها بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله والله طرية جدا وبتمسك في بعض بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى شوكة اضغط عليها كويس عشان المكسرات ما تخرجش منها وانا بحمرها بالشكل ده، بتدي شكل حلو برضو للقطايف بالشكل ده. واضغط عليها من الناحية التانية كمان، هتمسك بقى في بعض كويس قوي والحشوة مش هتخرج منها نهائي وانت بتحمريها بالشكل ده كده. ولو عندك بقى المكبس ده برضو هيبقى جميل. بتجيب القطايف وتحطيها بالشكل ده، تحطي برضو المكسرات في النص كده، وهتضغطي عليها بقى جامد كده
بس هي عاوزة كل العجينة تكون مقاس واحد، لان اي زيادة هتتشال زي ما انتوا شايفين كده. حتى لو حاجة بسيطة هتشيلها لك. فانا بصراحة ما حبيتش كده، مع ان هي بتقفل كويس جدا. انا حبيت اعملهم بقى بالشوكة افضل. المكبس ده لو انتي يعني من البداية عاملة القطايف كلها بحاجة مخلية المقاس كله واحد، يعني انا بقفل معاكم واحدة تانية كمان كده. ممكن تغيري بقى الحشوة بأي حاجة، يعني مكسرات براحتك، نوتيلا، اي حاجة براحتك خالص يعني. بس كده هكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة وارجع لكم. بضغط عليها من الناحيتين مش من ناحية واحدة بالشكل ده كده. سهلة جدا وجميلة. وده بعد بقى ما خلصت الكمية بتاعتي، هاجي بقى بعد كده لمرحلة التحمير والسر اللي بيخليها مقرمشة في زيت غزير كده وسخن. هنزل بقى بالقطايف بتاعتي بالشكل ده. الزيت لازم يكون سخن. وهفضل اقلب فيها كل شوية، مش هستنى يعني ان ناحية تحمر عشان اقلب الناحية التانية. لا، هفضل اقلب فيها كده. وده صدقوني هيخليها مقرمشة جدا ومش هتطرى منك خالص، وكمان مش هتشرب زيت نهائي. بقلب فيها كده لحد بقى ما تديني اللون اللي انا عاوزاه. ومجهزة طبعا الشربات البارد اللي عملناه مع بعض في الاول، احطه كده جنب الطاسة عشان اطلع القطايف على طول على الشربات بالشكل ده. وحطيت بقى بقية القطايف تتحمر، وبقلب الدور الاولاني في الشربات كده. بس كده وخلصنا القطايف التحفة دي بكوباية دقيق. عملنا عجينة القطايف في دقايق بكل اسرارها بقى، هتنجح معاكي بإذن الله من اول مرة. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.